وجهتنا هذه المرة إلى ولاية باتنا. تقربنا من المديرية الجهوية للجمارك بذات الولاية للوقوف على مهام أصحاب البدلة الرمادية. مهام عديدة وتضحيات مختلفة تقوم بها مصالح الجمارك، الهدف منها محاربة كل أشكال التهريب وحماية الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق برمجت فرقة الجمارك بباتنا خرجة ميدانية في إطار محاربة التهريب بشتى أنواعه، فقام رئيس مفتشية أقسام الجمارك بعقد اجتماع مع مصالحه. واحد واحدة وبيل واحد في الاجتماع. التحق التحق. حاضر حاضر. جهز لي المجمع. حاضر حاضر. تفضل. مجمع جاهزة. تفضل. انتبه استعد. في إطار العمل اليومي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، اليوم راه عندنا عمل عبر إقليم الولاية يتمثل في حواجز ودوريات. عندنا لوبيراسيون الأولى غادي نديرو حاجز في طريق الوزن الثقيل. عندنا سيارة مدنية تابعة للمصلحة غادي تنشط معنا في هذا العملية، غادي نديروها حاجز ودورية. ونطلب منكم اليقظة والحذر والتنفيذ الصارم للتعليمات الأمنية، بتكون عندنا لابوزيسيون الأولى تاعنا عبر المحور المؤدي إلى حملة ثلاثة، وعندنا دوزيام بوزيسيون في محطة المسافرين الجديدة. بالنسبة للضباط أنت تكفل لي بالاتجاه الشمالي وأنت الاتجاه الجنوبي للعملية. فهم؟ فهم. سيارات تفضلوا. الساعة تشير إلى الثامنة، خرج أفراد الفرقة الجهوية للجمارك من مقر الفرقة وهم على أتم الاستعداد لتضييق الخناق على المهربين وردعهم. حين وصول أفراد الفرقة إلى الطريق الاجتنابي الشمالي لولاية باتنا، أمر المفتش الرئيسي لفرقة الجمارك بوضع حاجز لتفتيش جميع المركبات المشتبه فيها. باشر أصحاب البدلة الرمادية عملهم تفتيشات روتينية للمركبات السياحية منها والنفعية. تفضل ربي يسعدك، دير سنتوراتك فرق سلامة ربي يسعدك. أفراد الجمارك حرصوا على مراقبة كل الطرق المؤدية إلى الولايات المجاورة، فتم توزيع العناصر الذين كانوا بزي المدني لمراقبة حركة السيارات ورصد كل صغيرة وكبيرة بالمنطقة. Thank you.
السابع عشر من شهر جونفي سنة 2019 أثناء قيامنا بالعمل اليومي في إطار مكافحة التهريب، قامت الفرقة المتنقلة للجمارك بباتنا بخرجة ميدانية. قمنا بنصب حاجز جمركي بالطريق الاجتناب الشمالي ووضع سيارة مدنية تابعة للمصلحة لمراقبة الطريق. بدأت عناصر الفرقة بتفتيش المركبات والشاحنات المشكوك فيها عبر الطريق. الو حضرتك، انا طوموبيل درت مشاريع. واش من نوع؟ بيضاء. في حدود الساعة العاشرة صباحا تفطن افراد الجمارك الذين كانوا بالزي المدني لوجود سيارة مشبوهة، حاولت تفادي الحاجز الامني، فامر رئيس الفرقة مصالحه بتتبع مسار المركبة. لاكس انت دي مرات. ابقى سوي فيها، ابقى سوي فيها، امشي معها امشي معها، كش ما كاين عيط لي. اوكي صح داكور صح صح. تبع الحق الو حضرات. وي لاكس انت دارت على جهه الكوندورسيا. وين طريق جبل؟ ايه هاو قدامنا. ايه سي بون سي بون صح صح صح. اوكي اوكي. كما طلب من باقي الأفراد تطويق الطريق من كلتا الجهتين وتوقيف صاحب السيارة المشتبه فيها وتفتيشها. بعد مرور ساعة تلقيت مكالمة هاتفية من طرف عناصر الفرقة الناشطين بالزي المدني، مفادها اشتباه في سيارة بيضاء اللون، أين أمرت برصد تحركات هذه السيارة. قام رجال الجمارك بإغلاق جميع المنافذ لمحاصرة السيارة المشتبه فيها. وهناك تم اعتراض طريق سيارة من نوع أكسنت. هذا ثاني جابهم من النار. احبس احبس كبارك احبس. كاين الشاف هربت برك. هربت برك. حاول الشخص المشتبه فيه الفرار لكن كل محاولاته باءت بالفشل. شاف ما كان والو. شاف انا كنت تفتشوا فيا. شوف لاريال شوف لاريال ما كان والو. شاف انا كنت على هربت على هربت غير هربت برك. شاف خلعتوني. فتش طوموبيل فتش. الاولي ما كان والو حضرت ديها لابريغاد. لا شاف ما كان والو ما لقيت والو. شاف واحد فيك ميسوغا. لا اطلع معاه اطلع. شاف ما لقيت والو. اطلع 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 معاك. اطلع نهضر معاك. اطلع اطلع لابريغاد. ما كان والو. شاف هذاك ما كاين. اسكت اسكت اسكت. شاف سوق الاكسنت لابريغاد فرقه. افراد الجمارك بعد تفتيشهم للسياره لم يعثروا داخلها على اي مواد محظوره، وهنا أمر قائد الفرقة مصالحه باصطحاب الشخص المشتبه فيه إلى المقر لمواصلة التحقيق معه، لأن محاولته للفرار أثارت شكوك أصحاب البدلة الرمادية.
هبطوا هبطوا. قبل وصول السيارة إلى الحاجز قام سائقها بتغيير اتجاه سيره عبر طريق محادي للحاجز. فورا قمنا بتطويق السيارة عبر الاتجاهين، وعند مشاهدته لسيارة الجمارك حاول الفرار. بعد توقيف السيارة قمنا بالتفتيش الأولي، لم نعثر على أي شيء. بعدها قمنا باقتيادها إلى مقر الفرقة وتفتيشها تفتيشا دقيقا، أين تم العثور بداخلها على مبلغ مالي من العملة الصعبة والعملة الوطنية. جيبوا لعندي، فتشوا السيارة، جيبوا فتشوا السيارة. مكان والو، حضارات مكان والو فيها. وبداخل مقر الفرقة شرع رجال الجمارك في التفتيش الدقيق للسيارة مجددا. لازم نفكو هذاك باش نشوفو واش كاين الداخل. فيريفيت مليح من ثما، كان والو كان والو. زيد شوف طرا لتحت ثما برك واش مال، واش ما نسينا حاجه. ايه شوف طرا هبطوا رو سكور هبط. ما كان والو حضارتكم، غير ضيعوا لي في الوقت خلاص. ما كان والو، راكم مقلقه. مانيش مقلقة حضرات. شوف احنا غادي نخدموا خدمتنا كي نكملوا تروحوا لداركم. يراح عليا شويه الحال برك حضرات. صابر معنا، قعد معنا مشي. كملوا خدمتنا تروحوا لداركم. حاول المشتبه فيه لفت انتباه افراد الجمارك وتشويش تركيزهم كي يبعد الشبهات عنها. حضرات ما كان والو. جيبوا لاكاس، جيبوا. داكور حضرات. كاين درام هنا تحت، هنا كاين الأروة حضرات. والو معك، زيد زيد نحي الباسوك زيد. يقظة رجال الجمارك ودهائهم مكنتهم من العثور على مبلغ مالي معتبر من الأورو، إضافة إلى مبلغ آخر بالعملة الصعبة كان مخبأ بإحكام في السيارة. ليتم بعد ذلك مباشرة محاضر سماع الشخص المشتبه فيه والتحقيق معه. كريم تاع من دراهم؟ دراهم تاعي حضرات. منين جبتهم؟ خدمتي يا حضرات. واش كيفاش خدمتك؟ خلال التحقيق مع كريم اعترف بذروعه في عملية التهريب واسرد للمحقق تفاصيل القضية. خفت يسرقوا عملي حضرات. الإنكار هذا راه ما يفيدكش، والفعل هذا اللي درته يعاقب عليه القانون. اسمع، احكي قصتك من البداية للنهاية. حضرات دوك نحكي لك السر كامل. انا كنت حاسب افار، شفت صحابي داروا دي زافير كيما هادو وراحوا داروا الطوموبيلات وداروا الديار. اي حسبت انا افار صح. واحد النهار تفهمت انا وصاحبي هذا زهير، عيطت له تلاقينا في الريستورون الخيمه.
في الفاتح من جونفي من السنة الجارية، كان كريم بأحد المطاعم بولاية باتنا، وهناك قام بالاتصال هاتفيا بصديقه زهير. الو الو زهير. كريم صافا؟ صافا لاباس الحمد لله. هاني كيما الخيمه كيما العاده، اروح لي ثمانيه محتاجك. تحتاجني؟ يرجون هي. هيا اوكي دوك نجيك. ازرب شويه. صح صح صح. بعد وصول زهير للموعد المتفق عليه، اقترح عليه كريم فكرة مساعدته في تهريب الأموال بالعملة الأجنبية الصعبة. صباح شريكي. لاباس. لاباس والله غاين. لاباس والله. لاباس. واش الحالة صافا؟ والله صافا. واش مع الخدمة فيهم؟ يا انا نطبع والله هيك تعرف. بشوي بارك الله فيك. واش ديروا؟ يحمد ربي. صافا جماعة كم لاباس؟ والله بيا الحمد لله. الحمد لله هذه غيبة خويا عندنا بزاف مش فلوس. الله لا يغيب، كاك تعرف هم الدنيا واحد يجري هكا وهكاك تعرف. بشوي وخلاص. والله راح بكرات هذيك يا خويا هذيك. الحمد لله. واش نقول لك زهير؟ تعرف توفيق صاحبنا هذاك اللي كان يتقاوى معنا؟ اه. راح لطاليان. اه. راح لطاليان دار افار هي. اه. طوموبيلات الدنيا لاباس. شنو افار هذي؟ يا ولدي واش راح نقول لك واش راح نخلي لك؟ نقول لك. خليني بعد نحكي عليها قدام تشوف نحكيك على لافير اللي عيطت لك عليها. واش نقول لك زهير؟ عيطت لك على لافير هي. شوف واش لافير اخويا زرب قول لي راك. شوف اخويا محتاج لورو. حيث كلف كريم صديقه زهير بشراء الاورو من السوق السوداء. ميل دو ميل قدا يا زهير؟ واش ميل يا الهضره من 400 ميل وراح. ايو يا راجل يا خويا راني معول عليك يا زهير، راهي افير مليحه خويا. منين نفكرهم لك انا منين؟ يا خويا دبر راسك، روح للسوق، جمع لي تهبط فرنسا، المهم جيب لي. كشف زهير لكريم انه لا يملك المبلغ المالي لشراء الاورو، وهو الامر الذي دفعه برفض مقترح شريكه كريم. هكذا منين باش نشري الاورو انا؟ انا خويا نعطيك دراهم، انت وشو دبر لي الاورو برك. هكذا راهي افير مليحه زهير، خمم فيها مليح برك. اوكي. صابس، كاينه حاجه. انا كي نفكر لك الدراهم هذو كل الفايده تاعي وين راهي؟ واش المغزى من الحكايه هذه؟ زهير عيب عليك اخويا انا تهضر معايا الفايده يا اخي. على بالك منين نعيط لك لافير تدي حقك فيها. بس كريم انت ما حكيت لي والو، واش دير بلورو؟ كيف جاتك الحكايه هذه في راسك؟ زهير انت اخويا ما تقلقش روحك خلاص في هذه الحكايه، انت دوموندي فايدتك نعطيها لك اخويا، ومن بعد ان شاء الله راك تعرف واش راح ندير بلورو هذا. هكذا ان شاء الله انت تهلا لي فلورو برك زهير. وثم بروبوزيت عليه قلت له باش يلم لي لورو هو يشري لي شويه وانا دبر 200 ميل اورو. 200 ميل اورو هذه منين جبتها؟ شريتها حضارات. منين شريتها؟ لقيت حضارات من كل ولايه لميت شويه. في اليوم الموالي شرع زهير في شراء الاورو من السوق الموازيه وبكميات قليله لابعاد الشبهات عنه. الحمد لله يا ربي. واش خصك حبيبي؟ خصني ديمي الفاتحه اللي كاع عندك. معليش بون هاي ديمي دوك نزيد نكمل لك الباقي. ايش حبيبي فتح هذا البرسمو وماذا بك زيد فكر لي واش كاين اورو جيبه لي. معليش خويا ما كان نحتاج اصلا كبيره باش 10 ملايين احسب اخويا. كان 10 ملايين زيد احسب صوارتك اخويا. سي بو مون امي الله يعافيك. دي مينيت غتولي لي داكوردو بيناتنا التليفون مالك. مي سي بو تعيش الله يعافيك بيبي تعيش صح. برد الحال خويا. اه بزاف برد 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 برد. انا ربي ليا ما تلفتيش اخويا دارت رايا بلاصه الثلج وبلاصه ال... كالكيلاتريس قول شحال هو يدير حساب معاه. سمي لجيك واحد 100 وحاجه فوا 2 سما 118
تجي واحد 180 هذيك ديمي زين زيد حسب اخويا صوت انا دبرت شويه وهو كيف كيف زاد دبر لي شويه شكون خبى دراهم في الطوموبيل وين انا اللي خبيتها حضره في الكراج تاعي بعد مرور عدة أيام كان كريم قد جمع أيضاً مبلغاً مالياً معتبراً من العملة الأجنبية الصعبة كان قد اشتراه من الولايات المجاورة لباتنا دبرت شحال دبرت؟ 60 ميل 60 ميل؟ مين قلت 400 ميل تجيب لي 60 ميل؟ وذرك الدينار الجزائري كيف ندير أنا؟ يا كريم أخويا أنا واش ندير؟ درت اللي عليا دبرت 60 ميل واش ندير أكثر من هكا أنا؟ وذرك خسرتني وذرك بالدراهم هذوك فرح ندير لهم الله غالب انا اللي عليا درت 60 ميل فكرت هذاك ما فكرت معليش استطاع زهير جمع مبلغ 60 الف اورو فقط الامر الذي اثار استياء كريم بحكم قله الكميه التي اشتراها مقارنه بالمبلغ الذي طلب منه توفير 60 ميل هذا ما كان 20 جور دبرت 200 ميل اسمع شوف برك نص ساعه انا عيط لك هكذا روح بدل قشك دير دوش باش تحل طريق ان شاء الله هكذا بس الطوموبيل انا باتها دبر راسك زهير افكر كلونديستا المهم تحل الطريق اوكي يا خويا دوك نشوف ترى طلب كريم من زهير التكفل بكشف الطريق ورصد تحركات المصالح الامنيه طلع ان شاء الله ماذا تاكل عليك هاي يا خويا اوكي ربي انك امين ان شاء الله بعد ما كملت شارجي الطوموبيل تاعي عيطت لزهير في التليفون وتفاهمت انا وياه على الطريق اللي راح نمشي عليها باش يفتح لي الطريق ودراهم وين كنت مديهم تونس وين تونس خويا درت زير لي دقيقه برك ندير ابل للدار شكون عندي دي بروبلام وبغيت تعرف واحد كيكون بعد موافقة زهير على مقترح شريكه استعان بصاحب سيارة أجرة غير شرعية في عملية كشف الطريق لكريم وموافاته بجميع التفاصيل بخصوص الحواجز الأمنية الموضوعة على الطرقات الوطنية السريعة كان زهير يتصل هاتفيا من حين لآخر بصديقه كريم لإبلاغه بكافة التفاصيل أسمع راني في تلا حملة راني في طريق اللور جديدة خويا طريق محلى ولا مثماها طريق راهي صافية اروع عليها وفرت يا داكور شوف دوك نمشي شويه ونزيد نحبس وانت كونفيرميني مع الطريق هاي نقدم من القدام نزيد نشوف ترى الحكايه واش كاين واش ما كانش داكور هاي صحي راه بيناتنا تي صح وبالفعل باشر زهير عمله حيث رافقه في مهمته أحد معارفه الذي يثق فيهم الوجهة كانت إلى الطريق المؤدية نحو تونس برج حتى راسي انتر مانيش مدايرها يا
ويا تقدر تزيد تزير لي برك ربي يعيشك. اسمح لي اسمح لي بزاف بزاف الله يحفظك. صادف زهير في طريقه حاجزا امنيا للجمارك فقام بابلاغ شريكه كريم. الو اسمع، اني لقيت براج لهنا تاع الديوانه كيما دخلت حمله طروا ديوانه. انت ما تجوزش لهنا، محلوله الطريق هذيك من ثم تدخل على طريق كوندورسي هذاك، وين نتحرك انا نقعدو كونتاكت بار تليفون. يا خويا داكور ماشي مشكل، درك نجي عليها ابقى سوي في بركة زهر خويا. هيا صح هيا صح هيا صح. طلب زهير من كريم تجنب الحاجز الجمركي والمرور عبر إحدى الطرق الجبلية، لكن يقظة مصالح الجمارك حالت دون ذلك، فتم توقيفه وردعه قبل قيامه بتهريب الأموال بالعملة الوطنية والأجنبية. وفي الأخير تم تحرير محضر معاينة وتسليم الموقوف والبضاعة إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. أسفرت هذه العملية على حجز مبلغ مالي يقدر به 260 ألف أورو و 2 مليار و 175 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وحجز السيارة المستعملة في التهريب، وعليه تم تحرير محضر معاينة وتسليم الموقوف والمحجوزات إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. احترافية مصالح الجمارك بولاية باتنا مكنتهم من الإطاحة بأخطر الشبكات الإجرامية التي تحترف تهريب العملة الصعبة، حيث تم حجز مبلغ مالي يقدر ب 260 ألف أورو إضافة لمبلغ مليارين و 175 مليون سنتيم من العملة الوطنية. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك باتنا من إحباط عملية تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 260 ألف أورو ومبلغ مالي من الدينار الجزائري يقدر ب 2 مليار 175 مليون سنتيم، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية متجهة إلى الخارج.